هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام مع عشاق الأصالة يتواصل اللقاء بكم ويتجدد بحضراتكم في هذا المساء الجميل هنا على أرضية ميدان المرموم، وأيضا تواصل أشواط سن الإذاعة في هذه الأمسية الجميلة والرائعة، أمسية الأصالة والناموسي والتحدي في هذا المساء. انطلق قبل قليل الشوط العاشر في أشواط مساء هذا اليوم الخاص بالأبكار، المهجنات الأصايل الإذاعة يحمل هذه الشعارات العملاقة في شعارات أصحاب السمو الشيوخ، وبرفقة الأخوة المضمرين العمالقة الذين يعدون العدة في هذه الأيام ويستعدون يبذلون جهود جبارة وكبيرة لنيل الفوز والناموس. انطلق الشوط، نسير مباشرة إلى المراكز الأولى، إلى الانطلاق الأول في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق. تتصدر المجموعة وتقود مساري هذا الشوط وتتحدى المنطلقات لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها اللي هو مسري بن سالم بالعرطي واسمها غند. غند على مقدمة الشوط، بينما تأتي في المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وتضمير عتيج بن سالم بالعرطي، وهذه سجايا اللي في المركز الثاني، بينما رسالة في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وياتي عبد الله بن ثعيل بالهايري في عملية تدريبها وتضميرها والإشراف على عنايتها، بينما المركز الرابع في هذه اللحظات رابع المراكز هذه هدف تاتي في المركز الرابع، تعود ملكيتها لسمو الشيخ زايد بن سيب بن محمد آل نهيان، يضمرها أحمد بن حميد اليديلي يتقدم في تضميرها، بينما المركز الخامس في هذه اللحظات وصلت في المركز الخامس العزرة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي يقودها في التضمير. المركز السادس لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي الغيل، وهي تتقدم هذه واسمها عزايم. عزايم تقدمت هناك إلى العزايم، إلى عزايم الناموس في هذا الاندفاع، ووصلت ثمينة تقدمت على المركز السابع والمركز الثامن. تأتي في عواصف من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. أما المركز التاسع هذه وصلت لمحة لسمو الشيخ نهيان بالذياب بن سيف آل نهيان، يأتي في التضمير الصادق بن فضل أمين. والمركز العاشر هذه طرفة تتقدم في هذه اللحظات، طرفة تعود ملكيتها من هجن العاصفة، يضمرها غياث الهلالي. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى في هذا الانطلاق وفي هذا الشوط الذي يحمل الأبكار، المهجنات الأصايل، يحمل من خيرة الأبكار الأصايل المهجنات الذي صالت وجالت في سن الحقائق وسن اللقايا. انطلقت في هذا السن، سن الإذاع، سن الإبداع، لتنطلق في الثلث الأخير من هذا الموسم والإقبال إلى المهرجانات الختامية وإلى الكاسات والسيوف والانطلاقات الجميلة والرائعة في عالمنا، عالم الأصالة، عالم الناموس وميدان المرموم، تحفة الميادين، الميدان الذكي. ننطلق عودة مرة ثانية بعد ما أكملنا الندال العشرة المراكز الأولى. تتقدم في المركز الأول رسالة تقدم رسالتي هذا الشوط، يا رسالة عزيزة ودي أقرأها. تنطلق رسالة على المركز الأول، رسالة شاهينية، دماء شاهينية تتجسد في شرايينها. رسالة على المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها عبد الله بن ثعيل بالهايري، من أحد أيضا المضمرين الذين قدموا إنجازات عديدة مع هذا الشعار. بينما المركز الثاني وصلت عواصف في هذا الجزء
الجو العاصف في هذه الانطلاقات الجميلة. عواصف من هجن العاصفة على ثاني المراكز يضمرها غياث الهلالي المركز الثالث في غند أو غند، غند تاتي في المركز الثالث، غند تتقدم في المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وياتي أبو حمد خبير المضمرين مسري بن سالم بالعرطي يقودها في التضمير، بينما المركز الرابع هجن العاصفة كذلك تقدم ثمينة، ثمينة في هذا الموقف الثمين في هذه الانطلاقات الجميلة من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي خامس المراكز، وصلت له وتقدمت لمشاهدين الأعزاء لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، والتضمير مع الصادق فضل الأمين وهي لمحة في المركز الخامس. المركز السادس وصلت عزايم، عزايم لسمو الشيخ هزاع، لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي الغيلاني يتولى عملية تضميرها. يا سلام يا هذا الشوط، الاثنين كيلومتر وبوابة العبور تتقدم هناك، وتأتي العزرة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، أحمد بن خلفان بالصايق المزروعي، هجن العاصفة تأتي على المركز السادس، تقدم مشاهدي الأعزاء اللي هي طرفة طرفة في هذه اللحظات. طفرة تتقدم طفرة في هذه اللحظات من هجن العاصفة يضمرها غياث الهلالي، تأتينا في هذا الانطلاق وتتقدم للطامة، للطامة الشعار الأدعم شعار هجن الشحانية، وسالم بن جابر بن فاران المري يضمرها. نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى الرقص في هذا الشوط وتحديات هذا الشوط الجميل والانطلاقات الرائعة على أرضية هذا الميدان. عوده الى المقدمه، عوده الى رساله من تبث رسالتي هذا الشوط حتى هذه اللحظات، ولكن عزايم وتحت العزايم غنايم، عزايم على المركز الاول لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي الغيلاني متواجد ابو حمد ومقدم عزايم في هذا الشوط. المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات عواصف من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، وتقدمت هنا ثمينة من هجن العاصفة وتقدمت هناك، ووصلت في هذه اللحظات لمحة لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، وصلت هجن الشحانية تقدمت للطامة، للطامة من هجن الشحانية طارت الإذاع، طارت الإذاع في هذا اللقاء، في هذه التحديات، في هذا اللقاء المبكر، في هذه الانطلاقات، في هذا التحدي غيرت للطامة إلى مقدمة الشوط، للطامة على المركز الأول هجن الشحانية، هجن الشحانية بالشعار العنابي بالشعار الأدعم على المركز الأول في الانطلاق الأول، جابر بن سالم بن فاران المري، ولكن ثمينة يا ثمينة، ثمينة ثمنت الموقف، ثمنت موقفها ثمينة، انطلقت إلى المركز الأول هجن العاصفة مشاهدين العزاء، هجن العاصفة على المقدمة مع ثمينة بقيادة غياث الهلالي، ولكن لا زالت المحاولة من لطامة، لطامة وثمينة، ثمينة مصرة على البقاء، مصرة بهذا الموقع وهذا المكان المرموق، ثمينة ويتاتينا لطامة، لطامة وثمينة شعار هجن العاصفة، هجن الشحانية في هذه الانطلاقات الأمتار الأخيرة، لطامة ولا ثمينة، ثمينة ثمينة ثمينة، تهانينا لهجن العاصفة على هذا الفوز، وتهانينا لغياث الهلالي المركز الثاني للطامة من هجن الشحانية، المركز الثالث من هجن العاصفة، والمركز الرابع لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، رسالة الخامسة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. هكذا كان الشوط مثير وتحدي جميل في هذه اللحظات. ثمينة هذه على شاشة التلفزيون وتوقيتها الزمني 6 كيلومترات 9 دقائق 25 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا للعاصفة وهجنها على هذا الفوز المستحق، بينما وصلت للطامة في المركز الثاني من هجن الشحانية في توقيت زمني مقداره 9 دقائق 25 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والتهاني لجابر بن سالم بفاران المري، بينما المركز الثالث
اللي هي قوة من هجن العاصفة 9 دقائق 27 ثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة وتهانينا لغياث